بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح نتطرق لموضوع احنا تطرقنا له مسبقا، لكن اليوم راح نشرحه ونفهم شنو التفاصيل. هذا الموضوع هو اسمه الميكسد اكسبريشن. جيد، شنو فكرة هذا الموضوع؟ قبل ما ابدي بالميكسد اكسبريشن، انا راح اسأل سؤال. اذا عندي هذا الكود سي اوت 5 تقسيم 2، ايش قد اتوقع اني الناتج؟ انا اتوقع 2.5، 2.5. اوكي، هسه نجي 2.5 تقسيم 2 واجي انطي تنفيذ، انطاني الناتج 2. اوكي، خلينا نعرف ليش الناتج 2 مو 2.5. بكل بساطة رقم 5 أنا يوم أعرفه كمتغير كتبته مباشرة، لكن مع هذا هو شكله انتجر. تقسيم الاثنين أيضا شكله انتجر. دائما من عندي انتجر تقسيم انتجر، الناتج راح ينخزن بمتغير من نوع انتجر. جيد، هنا شو اللي صار عندي؟ الناتج صح 2.5 بس انخزن كانتجر، يعني انتجر ما ياخذ البوينت، لذلك طلع لي ناتج 2. اوكي، لو عندي هذه العملية سي اوت 5.5 تقسيم 2.5، ايش راح يكون الناتج؟ نيجي نكتب الكود 5.5 تقسيم 2.5، اجي انفذ. لاحظ انا اخلي المؤشر الماوس فوق التنفيذ راح يقول ممكن تضغط F11، راح اجرب اوخر المؤشر واضغط F11. هنا نفذ مباشرة بدون ما انقر على هذه العلامة F11. المهم نرجع لموضوعنا، هنا طلع ناتج 2.2. لو تلاحظوا وياي انا اللي سويته هنا أنا كله قسمت فلوت على فلوت، انطاني الناتج مالتي اللي طبع عليها فلوت. جيد، نيجي للحالة اللي هي الميكسد اكسبريشن. احنا هسه كلنا تحدثنا عن حالة الطبيعية. الميكسد اكسبريشن مثلا لو اجي اقول له سي اوت مثلا 2.05، كم راح يكون الناتج؟ اجي اكتب الكود واشوف 2.05، قسمت هنا انتجر على فلوت، يعني خلطت العمليات، سويت لها ميكس او خلط بالعمليات، طبع لي 4. لاحظ انا يعني خل اخذ ارقام اوضح، مثلا اقول 2.3 حتى توصل الفكرة اكثر، مع علمي العملية تمت بصورة صحيحة. اعطاني 6.667، يعني رقم فلوت. اوكي، يعني هسه انا عندي انتجر تقسيم فلوت انطاني فلوت. من هذا استنتج لو ايش قد ما عندي متغيرات بيهن جمع ضرب قسمة انتجر، سواء معرف كمتغير، يعني انا ممكن اعرف ما اقول له 2، اقول له مثلا انت ال x تساوي 2 واستخدم هنا أنا x، مو الا اكتب 2 مباشرة، هذه ايضا انتجر. ما دام عندي فلوت وحدة بس بالعملية الحسابية، اذا الناتج مالتي راح يكون من نوع فلوت. ان شاء الله الفكرة واضحة، شكرا للمشاهدة.